بعد غد الأربعاء يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي الاستثمار في المستقبل التي تقام برعاية سموه وبحضور حرم سموه سموه سمو الشيخ جواهر بن محمد القزمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وتحمل الفعاليات التي تحتضنها قاعة الجواهر للمناسبات والموت مؤتمرات بالشرقه شعار بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الاوسط وتنظمها مؤسسه القلب الكبيره وسيلقي صاحب السمو حكيم الشرق شرقه كلمه افتتاحيه فيما ستلقي سمو الشيخ جواهر القاسمي كلمتها في جلسه نقاشيه مخصصه للنساء يتم خلالها استعراض مسيره المراه الاماراتيه والانجازات التي حققتها على مدار العقود الاربعه الماضيه كذلك سيلقي سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهية وزير الخارجيه والتعاون الدولي كلمه رئيسيه خلال حفل الافتتاح تاكيدا من سموه على اهميه دعم وتمكين المراه